مواطن يحاول تصليح ما يقدر عليه للتكسرات الحاصلة في الطريق العام بطريق النهروان ببغداد وبإمكانيات بسيطة وجهود ذاتية. بعد ذلك سنذهب إلى موضوع آخر، دعونا نتابع. حبيبي شنو الدافع اللي خلاك اليوم تسوي؟ والله أنا مدفوع، أنا مواطن عادي. إي مدفوع للوطن. والنعم منك. للوطن، أريد أخدم العراق لأن هذا العراق بلد حلو. زين. أشوف انت هسه احترق قلبك على مود الشارع، على مود الشارع بس استوقفنا بنص الشارع وهالحر اجيب النار، افور سيارتي من يمي. هي. وهذا اذا مو غاز ما يشتغل مادة الغاز. هي. بس اريد منكم انتم تساعدوني، اريد هاي تقاطع النهروان منتهي من البلدية طبعا. هي. انا بدي اشتري اليات بس ما متمكن، شاهد الله إلا سوي مدني على حسابه.